السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محفوظ عبد الهادي من الدار البيضاء، صاحب قناة فوهاند أكس. بغي ندير واحد التفاتة اللي كنت نهضر عليها سنتين عامين وانا تنهضر عليها وتنحفز الناس سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. قرجوتي تبحث بتحفيز التحفيز وغنبقى ونحفز الناس إن شاء الله بإذن الله باش يدخلوا لهذا الدومين هذا ويدخلوا لهذا المجال كبير، والحمد لله ما متوقف على حتى شي واحد، لا فقير ولا غني، قاري ولا ما قاريش، عنده مهاره ما عندوش مهاره، الكل سيستفيد. وكنت نحفز الناس بفيديوهات قصيره في جميع المنصات. دابا جات واحد الشهاده بسيطه جدا باش نبين لكم هذاك الشيء اللي نقولوا. رجعوا للقناه ديالي غتلقاو التحفيزات في مجال وفي مجالات كثيره بزاف كنت نهضر عليها باش تفتح لكم داك الوعي المالي ويكون عندكم داك الذكاء الاقتصادي. انا ندويج مع الناس اللي خص يكون عندهم دي ديبلوم كبار او اللي يكون عندهم شي اكسبيريونس كبيره في التجاره او تدوي مع شخص عادي جدا، سواء تيقرا، سواء ربة بيت، سواء سيد استاذ، سواء كيف ما كان مستواه الثقافي والعملي، سواء مستثمر صاحب شركه، الكل. لان يعني هاد فاش تقيس الذكاء الاقتصادي وتقيس الوعي المالي راه تقدر تلقاهم عند ربة بيت، تقدر تلقاهم عند شخص عادي، وما تلقاهمش عند ناس مثقفين او ناس عندهم خبرات في ميادين اخرى. لذلك هادشي اللي هضرت فيه كله كنت خديت واحد المقتطف من عند واحد اليوتيوبر تنتابعو حتى هو، وتيدوي على بزاف على الفينانس بالدارجه وتشرحو للناس، ومتابع لكل التقارير ديال البنك المغربي. ف نشوفوا بعض الكلمات اللي كانت توشة بزاف وكنت نهضر عليها ونوضحها لكم ان شاء الله باذن الله، وتاكدوا بانه هذه المعلومات صحيحه وراه التحفيز نحفزوا الناس باش تفتح لهم واحد البصيره. فبقوا معي في هذا الفيديو وانتبهوا من بعد. الحاجه الاولى، الا كان الانسان خدام خدمه عاديه يا اما في الدوله او في شي خدمه اخرى، يقدر يشري وصول اللي يخبي فيها الفلوس، ماشي ضروري يبقى عنده الدرهم ويخبي الدرهم في البنكه. مثلا يشري الذهب، مثلا يدخل البورصه ويشري اسهم ديال شركات اللي كتصدر لبرا وكتخلص بالدولار. في حاله التعويم ما غاديش يتقاسوا بواحد الشكل كبير، بالعكس هو غيحافظ على القيمه الشرائيه ديال الفلوس ديالو. هنا كنهضروا على الناس العاديه اللي خدامه خدمه عاديه 10 سنين فما فوق، هادو الناس اللي قلنا خدامين خدمه اخرى. الناس اللي غادي يدخلوا سوق الشغل او عندهم مشاريع، المشاريع المستقبليه هي اللي كتخلص بها بالدولار وبالاورو وبالعمله الصعبه، اي انك ما خاصكش تعول على الدرهم. واي حاجه بغيتي تفكر فيها بالنسبه للمستقبل خاصها تكون عندها علاقه بالتصدير، ماشي بانك تجيب شي برودوي وتبيع هنايا. حاليا كاين البعض اللي كيجيب من الصين وكيبيع في المغرب، كاين اللي كيجيب من اوروبا وكيبيع في المغرب، حاليا بخير، ولكن في المستقبل غادي ترفعوا الرسوم الجمركيه على هادو، وبحالة التعويم هادو غادي ترتفع القيمة ديالهم والمغربي ما يقدرش يشريهم. بينما الصادرات كلما كتصدر كلما كيفقد الدرهم القيمة ديالو كلما الفلوس ديالك كترتفع. زائد الناس اللي عندهم الفلوس شي شوية يستر عليهم القضية، العقار والأرض كيحافظ على القيمة الشرائية حتى هويا ويقدر يدير أرباح مستقبلية. وهادشي كامل وقع في تركيا، الناس اللي دارت هادشي كامل ما طاحتش في الأزمة، بينما الناس اللي ما كانش عندها الذكاء الاقتصادي أو الفكر المالي وضاعوا وجابوها في راسهم. عيوم يخبوا في الليرة، واحد النهار نوض صباح على خير هذيك الليرة اللي جمعتي ما بقات كتسوى حتى حاجة. كيف ما سمعتوا، أنا كنت متابع الشأن اللبناني، هذاك الشيء اللي وقع فيه فاش وقع التضخم، ولو الناس ما عندهمش القدرة باش يشري تما ياكل، وطاحت قيمة العملة اللبنانية. كذلك بالنسبة للشأن المصري، نهار داروا التعويم لا في لبنان لا في مصر، طاحت قيمة الجنيه وطلع الدولار، وحنا راه مهددين. وقلتها في الفيديوهات، لو رجعتوا في الفيديوهات قبل غتلقاو كنت وضحت أن التعويم راه يكون خطر على الناس اللي تتخلص بالدرهم، راه ماشي كلشي الناس، الناس اللي عندها صالير تتخلص بالدرهم، الناس يدير واحد التجاره بالدرهم هي اللي غيكون عندها خطر، وبالتالي غيمس واحد الفئه واحد الطبقه اللي غتضرر بواحد الشكل كبير. هضرنا وتكلم الاخ هذا اليوتيوبر على انك
ما تبقاوش وحيدوا من داك التفكير ديال انني نخبي الفلوس في الدار او نخليها في البنك، خطر وغباء. هذا غباء انا نخلي قيمه ماليه كبيره جدا في البنك. ودويت على واحد الفيديو حتى هو بان نحط الاموال ديالي كلها في البنك كسيوله نقديه، خطر. في خطر، ما يقولش لا انسان بنك مؤمنه ومضمونه، في خطر. انا مازال كلها تمشي. رجع الفيديو دويت على واش ممكن نفقد الاموال ديالي في البنك. كذلك بان الناس اللي خدامه وتتخلص بالدرهم، واقع وغادي يوقع للناس. وهذا الشيء ماشي نظره تشاؤميه، هذه غير باش تفيقوا بانه الناس تخلص بالدرهم غيكون عليها اكثر ضرر. هادشي راه ما تفكروش فيه المسؤولين ولا غير نبهوكم فيه في المسؤولين، انما الظروف المحيطه بالعالم هادشي غادي يوقع، لان هناك تغييرات، تغيرات ومخاض لعالم جديد. ضروري تكون فئه من فئات المجتمع تضرر، هذه سنن الكون. ففيق اللي قبل باغي يفيق، واللي عنده شويه ديال الذكاء الاقتصادي اولا شويه ديال الوعي المالي راه غادي يفهم الرساله. اما بالنسبه للناس التي ياخذوها كذهب فهو هذاك عبارة كنيز فقط، تناخذ غير ترح دي فلوسي. الناس بغيناهم انهم يزيدوا ويطوروا تجاراتهم، يربحوا اكثر ماشي غير يخزن. اذا قليل الذهب شيئا ما، ماشي شي حاجه اللي غادي تخليني انا نتقدم ونزيد قدام. اي نعم تحذف فلوسك ولكن ما تزيدش قدام. كذلك بالنسبه للاسهم فيها جانب من الخطر فالو ريسك، ودي معروفه بزاف وماشي كلشي الناس غادي يديرها. اذا ما هو الحل؟ حتى الناس اللي يديروا التجاره الالكترونيه كما قال اخ، حنا عارفين انك تجيب السلعه من برا وتبيعها داخل المغرب، فانت غتبيعها بالدرهم وتاخذها بثمن بالدولار، فانت الخاسر. اذا هنا اشنا هو الحل؟ غتقول لي سي فهاند بغينا الحل، كيفاش انني نتخطى هذه المعضله؟ وهذه راه حيتيات صغيره جدا اللي غادي توقع، غادي توقع وقعت في الدول، فما يكونش المغرب مؤمن منها لحقاش هي دوره اقتصاديه عادي تمر من البلاد، وغيكون تغيرات اخرى احسن واحسن وغتكون الامور مزيانه ان شاء الله. لكن ما بين هذه المرحله والمرحله الاخرى فغادي ياكلوا الناس الدق، واحد نوعيه واحد طبقه. لذلك الحل اللي خاص الانسان يدوز منه باش يامن مستقبله وامن مستقبل وليداته، بل اكثر من ذلك نزيدكم، هو انك غتفتح واحد مرحله اخرى للذريه ديالك، الاحفاد، احفاد احفادك. حطينا سيستم وفكره ذكيه بزاف، ماشي غير تامنك انت، بل انها تفتح لك مجال للثراء. وهادشي ماشي ضحك، وهادي ماشي ضحك على الدقون او لا تسمعوا الناس اخرين تيقول لك هذا راه تينسب. لا يا اخي، نحن وضعنا سيستم وحنا خدامين فيه بشوي بشوي من سنتين، من 2022. ففكرة ذكية وحطيناها بشكل حقيقي، وزدنا أكثر من ذلك أنه هذا الحل يسع للجميع. كيف ذلك؟ يعني هذا الحل أي واحد عنده، ماشي غير قلنا اش قلنا الذهب ماشي كلشي غيقدر يشريه، الاسهم ماشي يقدر كلشي غيشري اسهم، يملك اسهم. اذا ما هو الحل في ذلك؟ وماشي كلشي غادي يقدر يشري شي حاجه من برا ويتخلص بالدولار، يعني خصو مهارات سواء في تريدينغ سواء في العملات في كثير من الاشياء. فهنا حلينا مشكل ومشينا عند اي شخص كيف ما كان في العالم، ماشي غير في المغرب، اينما كان اي شخص في العالم عنده هاتف ذكي. وهذا هو قوه المشروع، عنده هاتف ذكي، فذاك الهاتف ذكي غيفتح ليه فرصة عمل وتسيير مشروع رقمي من الهاتف ديالو بالكيفية اللي عنده هو، لأنه سيخضع لتدريبات وقوة في المعرفة حتى يغير من نمط حياته. مشروع متكامل ما بين التدريبات والتكوينات وبين تطبيق هذه الفكره وهذا المشروع الرقمي المنزل اللي هو داخل في المشاريع الذكيه سمارت بيزنس اونلاين. فلحد الان غادي نسالي الفيديو وغنتابع معكم ان شاء الله باذن الله توضيح اكثر واكثر على هذا المشروع الرقمي
اللي فيه قوة كبيرة من بعد أننا قطعنا شوط كبير السنة الأولى في 2022 ثم سنة 2023 والآن داخلين في سنة 2024 إلى الانتشار. فالنجاح النجاح، فكل واحد أنه فهم الفكرة وعرف بهذا الوعي البسيط اللي عنده، فأنه قاد أنه ينجي جيل بكامله ويخرج من دائرة الفقر كيفما كان، كيفما كان الطبقة ديالته. لأنه اللي ما تخدمش بالدولار أو بالأورو فهو غيعاني من مشاكل اقتصادية بزاف، يعاني من مشاكل اقتصادية كتير كتير كتير. فردوا البال في هاد الحيتية هادي وهاد الجزئية، ونتمنى أن الناس تفاعل. ونعرف كاين الناس اللي غادي ممكن يتهجموا، ممكن يقولوا كلام خارج عن النطاق، لكن هذا عادي لأنه هو بحر نات بحر، وكل الأفكار راها مقبولة كيفما كان الفكر سلبي أو إيجابي. فمرحبا بكم، ونضربكم موعد إن شاء الله بإذن الله لتوضيح أكثر، وندوي لكم حتى على التدريب المعسكر التدريبي بمراكش اللي كان مؤخرا إن شاء الله بإذن الله. فبالتوفيق لكم، ما تنسوناش من لايك وكومنتير إن شاء الله بإذن الله. ولو كان فيهمكم هذا الموضوع فممكن أنكم بارتاجوا مع أحبابكم والشركاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.